اليوم بدي اورجيك كيف تعمل قهوة بالبلنجر. طبعا هذا هو بعرفك البلنجر، في مصفاية، هاي هي المصفاية، نزل فيها المي بعدين وتصفي القهوة فيها. طبعا هذا بكفي لكاسة واحدة، فنجان واحد، مج واحد. في حجم أكبر اللي هو هذا البلنجر، حجمه لتر. هذا الزمانات كنت أعبيه الصبح وأقرعه لحالي، بل كركع فيه لحتى خلصه. بعد ما تجوزت ما عدت أعملها. اليوم حأعمل لي كاسة، غليت المي، خليني اغليها على المكيدة الأخير، حط لي معلقة سبريسو، عبيها على الأخير طبعا، وحط طبعا إذا بدك إياها، إذا بدك تقلها أكتر بتحط أكتر إذا بدك، بس وحدة بتكفي يعني إذا لما جاي وحدة. وسهل طبعا، كل ما كانت القهوة فريش كل ما كانت أطيب. بعدين بتصب بالماي، بدي شوي كمان، وتخليها هيك 3 دقايق، تحطها هيك فوق هيك. بعد شي 3 دقايق تنزلها شوي شوي لتحت وتكركع.